الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وما الحكم لو اجتمعت معه جنابة؟ فنقول يغتسل بنيتهما ليحصل أجرهما، وإن أفرد غسل الجنابة بنيته دخل معه غسل يوم الجمعة تبعا، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد تداخلتا.